السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي الكرام في هذا الفيديو الجديد، واليوم سنتكلم إن شاء الله عن معاني الشهور بالعربية. أول شهر وهو محرم، سمي بذلك لأن العرب قبل الإسلام حرموا القتال فيه. شهر صفر سمي بذلك لأن ديار العرب كانت تصفر أي تخلو من أهلها لخروجهم فيه ليقتاتوا ويبحثوا عن الطعام ويسافروا هربا من حر الصيف. ربيع الأول سمي بذلك لأن تسميته جاءت في ربيع فلزمه ذلك الاسم. ربيع الآخر سمي بذلك لأن تسميته جاءت في الربيع أيضا فلزمه ذلك الاسم، ويقال فيه ربيع الآخر ولا يقال ربيع الثاني، لأن الثاني توحي بوجود ثالث بينما يوجد ربيعان فقط. جماد الأولى سمي بذلك لأن تسميته جاءت في الشتاء حيث يتجمد الماء فلزمه ذلك الاسم. جمادى الآخرة سمي بذلك لأن تسميته جاءت في الشتاء أيضا فلزمه ذلك الاسم، ويقال فيه جمادى الآخرة ولا يقال جمادى الثانية، لأن الثانية توحي بوجود ثالثة بينما يوجد اثنان فقط. رجب سمي بذلك لأن العرب كانوا يعظمونه بترك القتال فيه، يقال رجب الشيء، رجب الشيء أي هابه وعظمه. شعبان سمي بذلك لأن العرب كانت تتشعب فيه أي تتفرق للحرب والإغارات بعد قعودهم في شهر رجب. رمضان سمي بذلك اشتقاقا من الرمضاء، حيث كانت الفترة التي سمي فيها شديدة الحر يقال رمضت الحجارة إذا سخنت بتأثير الشمس. شوال سمي بذلك لأنه سمي أو تسمى فيه فترة تشولت فيه الألبان الإبل، تشولت فيه ألبان الإبل، نقصت وجفت وجف لبنها. ذو القعدة سمي بذلك لأن العرب كانت تقعد فيه عن القتال على اعتباره من الأشهر الحرم. ذو الحجة سمي بذلك لأن العرب عرفت الحج في هذا الشهر. هذه هي معاني الأشهر العربية، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.